مرحبا، معكم كارمي شماس. اليوم بدي أحكي عن الخميس 19 كانون الأول ديسمبر. اليوم القمر مرافقنا من برج الميزان بتمام الساعة 10 صباحا توقيت العالمي، يعني منتصف النهار توقيت بيروت، يعني فينا نقول أنه منتصف النهار تقريبا القمر بيكون موجود ببرج العذراء، وبعدين القمر بيكون موجود ببرج الميزان. يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية لازم يعرف أنه كل نهار عنده القمر موجود ببرج الميزان. طبعا الشمس بعدها موجودة برج القوس. كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل. اليوم بالنسبة لك مولود برج الحمل، الأجواء عندك نوعا ما يعني هو كله على بعضه نهار منه رايق ومنه هادي، لكن هنالك نوع من تفاعل أفضل معك نسبيا، مش كتير، نسبيا أفضل معك كل شيء، والقمر موجود ببرج العذراء. بعدين القمر بس ما ينتقل لبرج الميزان رح بيكون في عنده مولود برج الحمل نوع من تفاعل مختلف مع الأمور، الأجواء نوعا ما رح بتكون مكركبة، ونوعا ما رح بيكون في شوية ضغوط إضافية، لكن مع احتمال انه يكون في نوع من لقاء او تعاطف مهم معك او تجاهك. تبقى المواليد الاوفر حظا 24 ل 26 اذار مارس، مع انه بعد الظهر رح بتكون مواليد اذار مارس شوي منفعلة أكثر من غيرها. بالنسبة لبرج الثور، كمان مولود برج الثور من الأبراج اللي بيناسبها أكثر تأثير القمر من برج العذراء، لأنه بيتكيف معك أكثر، بيطمن لك بالك أكثر، و بيحبك أكثر، بمعنى أنه بيزعبر معك شوي. الأجواء اليوم تصبح نوعا ما على قدم وساق، بتصير تركض ركض الأمور لما القمر بيصير ببرج الميزان، فنسق شغلك ونسق أعمالك ونسق واجباتك، وحاول أنك تكون نوعا ما قادر أنك توصل إلى الآخرين بطريقة مرتبة و منطقية. تبقى الأكثر تعبا اليوم فيها تكون مواليد 22 و23 نيسان أبريل. أما بالنسبة لبرج الجوزاء، فمولود برج الجوزاء من الأبراج يلي بيرتاح مع وصول القمر لبرج الميزان، هالضغوط الموجودة عندك صار لها فترة نوعا ما اليوم بتخف، تقريبا عم بيطلع لك يوم بكل أسبوع بتخف فيه الضغوط، وبيفتح مجال للتحسن وللنجاح نوعا ما، أو على الأقل لأخذ نفس عميق. فهل الأجواء جيدة عند مولود برج الجوزاء، وهو اليوم المناسب لمولود برج الجوزاء لحتى يتحرك وليتقدم ويكون جريء. تبقى المواليد اللي بعتبرها شوي أكثر توترا من غيرها فيها تكون مواليد 17 و18 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. اليوم مولود برج السرطان، الأجواء عندك منيحة حلوة ما فينا نزمر منها. طبعا يمكن أريح لمولود برج السرطان هو وجود القمر في برج العذراء، هو الجو الأفضل، هو الجو الأرتب، وهو الجو الفعال أكثر، بمعنى رح بتلاقي نتيجة أكثر لما القمر بيكون موجود ببرج العذراء، لأنه كلامك واضح، كلماتك واضحة، بتقدروا توصلوا بسرعة، قادرين تتفاعلوا بشكل أفضل، والأجواء رح بتكون معكم نوعا ما عم تتفهمكم أكثر. جربوا إذا أمكن ما تأجلوا لبعد الظهر أو للمساء. الأكثر حظا 24 ل 26 حزيران يونيو، 17 ل 22 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. اليوم مولود برج الأسد، الجو عنده قبل الظهر، بعد الظهر، المساء، يعني كل هالأجواء اليوم عند مولود برج الأسد نوعا ما بعتبرها إيجابية، بعتبرها ملاطفة لك حتى تتآمر معك. فاليوم هو من الأيام الحلوة الجيدة الإيجابية يلي بتتقدم فيها بقوة، يلي بتفرح فيها، ويلي بتقدر فيها تحقق خطوات كبيرة ومهمة. فاليوم نهار ممتاز، تقريبا الأمور عندك بتتحرك، تقريبا الأمور عندك بيمشي حالها، وتقريبا الأمور عندك بتزبط. كلكم محظوظين. بشكل خاص مواليد 19 20 و21 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. اليوم مولود برج العذراء، هاليوم هو يوم حلو، حلو كتير، يوم مناسب جدا، يوم
يعني وكأنه عم بيشتغل هيدا النهار لإلك، وكأنه عم بيتعاطف معك، وكأنه عم بيقول لك إنه أوكي هيدا نهار لإلك. اليوم هو نهار أنا بعتبره نهار حلو كتير مش شوي، ونهار بيقدم لمولود برج العذراء أكثر من مكافأة، أكثر من هدية، أكثر من مفاجأة، وأكثر من خبر بعتبره جيد ومناسب لإلكم، من الأيام الحلوة جدا يلي بتخليكم تنتقلوا من موقع إلى أفضل، فحضروا حالكم. الأكثر حظا بصراحة كلكم محظوظين بشكل خاص 26 ل 28 آب أغسطس، 12 ل 16 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان يلي طبعا ناطر يوصل القمر لبرجه، ورح يوصل القمر لبرجك طبعا منتصف النهار توقيت بيروت، يعني 10 صباحا 10 و6 دقائق صباحا توقيت العالمي. بالنسبه لك اليوم مولود برج الميزان، الاجواء بتخلي مولود برج الميزان يكون شخص اول شيء ناطر على احر من جمر، ناطر الامور لحتى تتحلحل، ناطر الامور لحتى تزبط، وهنالك عند مولود برج الميزان نوع من امل، ومعك حق، هالامل اللي انت ناطره رح بيكون دسم وغني جدا، ورح تتقدم ورح تنجح ورح تتفوق. كل الامور اللي انت ناطرها صار لك تقريبا يمكن فيها تكون 4 اسابيع او فيها تكون جمعتين، اليوم الامور تسير بطريقه جيده جدا، لا سيما عند مواليد شهر سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب، اليوم مولود برج العقرب اموره تسير الى او باتجاه الهدوء وباتجاه الانتظار، فإذا منك عامل حساب في انتظار وفي نظرة وفي تأخير بدك هلأ تحضر حالك من هلأ، خاصة إذا عم تحضر هيدا الفيديو يوم الأربعاء، لأنه دايما أنا بطلعهم قبل بنهار الساعة 6 المساء توقيت بيروت. لحق حالك مولود برج العقرب، لحق شغلك، فيق بكير، خلص أشغالك، لأنه لحظة وصول القمر لبرج الميزان الساعة 12 الظهر توقيت بيروت رح تدخل أعمالك كلها بمرحلة ركود وهدوء وستاند باي، وبدك تكون كتير جدا حذر إذا كنت من مواليد 13 14 و15 نوفمبر تشرين الثاني. بنتقل لبرج القوس، مولود برج القوس الجو عنده بيحلو أكثر، بيهدى أكثر، بمعنى أنه بتهدى العواصف وتصير الأجواء أحلى ابتداء من 12 الظهر توقيت بيروت، وهنالك نوع من إعلان جديد بالنسبة لك، تقدم، انفراج، حلاوة بسير الأمور، وهنالك نوع من حتى وكأنه مكالمة مفاجئة أو إيميل مفاجئ أو حدث مفاجئ بيصير عندك، وتتقدم الأمور بطريقة جيدة وحلوة، استفيد منها بقدر المستطاع، ونصيحة ما تنطر للسبت المساء، تبقى الأنشط اللي ما بتهدى هي 8 9 10 ديسمبر. كمل مع برج الجدي، مولود برج الجدي ما تنطر للقمر يوصل لبرج الميزان، لأنه كل شيء معقول يتخربط وكل شيء معقول ما يزبط. الأجواء عند مولود برج الجدي جيدة وحلوة وداعمة ورابحة بالنسبة لك، كل شيء والأمر موجود ببرج العذراء، بعدين تختلف الأمور تقريبا 180 درجة، فكونوا حذرين جدا اليوم، لا سيما مواليد 9 ل 13 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو، اليوم مولود برج الدلو الجو عندك اليوم بعتبره اليوم عند مولود برج الدلو هيدا نهار سوف يتغير وسوف ينقلب للأفضل للأحلى للأجمل لما القمر بيصير ببرج الميزان الصديق لإلك، فحضر حالك مولود برج الدلو، المفاجأة الحلوة بانتظارك، مع احتمال إنه يكون في نوع من خبر من خلال إيميل، من خلال مسج، أو من خلال مرسال بيوصل لك، في إشارة حلوة وإيجابية واصلة لمولود برج الدلو تحمل انفراج وخطوة حلوة وتطمين بال. عتلين هم صار لك يومين ثلاثة أربعة، يمكن صار لك من يوم الأحد الماضي مشغول بالك وتعبان، هنالك انفراجات ابتداء منتصف النهار. الأكثر حظا بدها تحضر حالها، الأكثر حظا مواليد 20 شباط فبراير، عفوا 20 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت، مولود برج الحوت انت كمان من الابراج يلي رح ترتاح من التاثيرات الصعبه. مولود برج العذراء تقريبا صار له من يوم الثلاثاء مش عاجبه، عفوا مولود برج الحوت صار له من يوم الثلاثاء مش عاجبه شيء، لما القمر صار ببرج العذراء صار في مواجهه، صار في معاكسه، صار في خلاف، صار في زعل، صار في نوع من
قلة تفاهم خلينا نقول مع بعض الأشخاص المهمين بحياتك، فعلى الأرجح هنالك نوع من تغيير أنت رح تشعر فيه، أنت رح تشعري فيه، وبتقدروا تشتغلوا من شانه ابتداء منتصف النهار في لمحة من الحظوظ بتصير عندكم وبتقدروا تستفيدوا منها. يلي رح يرتاح أول من غيره هو مولود شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم، قل له لمولود اليوم أنه بانتظاره مولود اليوم سنة رح يدخل هيدي السنة على حياتكم، رح يدخل نوع من ترفيه جديد، يمكن هواية جديدة، يمكن صحبة جديدة، رفقة جديدة، ويمكن نوع من اهتمامات فيها تكون اجتماعية أو مهنية جديدة بتعبي لكم وقتكم بشكل مفيد، وهيدي السنة أيضا رح تنجحوا فيها بسبب دعم مهم رح يوصلكم سواء كان بالشغل أو بالدرس أو حتى بحياتكم الشخصية. كانون الأول ديسمبر، نيسان أبريل وآب أغسطس هن أفضل الأشهر. بدي أتمنى لكم نهار كتير حلو، وإلى اللقاء كل يوم الساعة 4 توقيت العالمي بعد الظهر أو الساعة 6 مساء توقيت بيروت. طلع كل الفيديوهات. شكرا لكم، باي باي.